انا حاساك ان انت يعني يمكن في الحلقه دي جبت سيره اهلك كتير، والدك ووالدتك، مع ان انت ما سمعتكش قبل كده بتجيب سيرتهم، ما حسيتش قوي. لا انا خالص، بكلم على البرامج، لا البرامج ده انا اهلي رقم واحد عندي. قول لي بقى، احكي لي عنهم شويه. لا والدي ووالدتي واخويا واختي دول كل حياتي، وانا عايش عشانهم. انت يعني انا عايش بعمل عشان كل حاجه في الدنيا عشان ابويا وامي واختي واخويا يكونوا راضيين ومبسوطين، لان انا هم موفرين لي كل حاجه في حياتي، توفروا لك ايه؟ كل حاجه من وانا صغير هم اللي ربوني. يعني هم اللي عملوا كهرباء، هم اللي ساعدوني في حياتي وبس. فانا يعني بالنسبه لي دول في اي حته بقول دول اهم حاجه في حياتي. انت تقدر تقول عن نفسك ان انت كنت مثلا اسره متوسطه قبل ما تلعب، ولا اسره غنيه، ولا اسره على قدها؟ لا احنا الحمد لله أسرة متوسطة. انا والدي والدتي من زمان يعني عاملين لنا كل حاجة في حياتنا الحمد حققوا لله. لك كل اللي بتحلمه. الحمد لله، فكنا من أسرة متوسطة وبس، فربنا كرمني فحبيت ان انا بقى اخليهم مبسوطين واعمل لهم كل حاجة تعمل نفسهم لهم فيها، ايه؟ كل حاجة. لا اعمل لهم يعني يمكن كل حاجة باسمهم كل حاجة باسمهم هم، أي حاجة بتجيبها على طول، بتبقى باسمهم هم. بيوت عربيات باسمهم هم، ما عنديش حاجة باسم. والدتك دعت على اللي ظلموك؟ كل يوم كل يوم بتدعي عليهم؟ والدتي دايما عندها إحساس بأي حاجة لو هتحصل لي كانت بتقعد تقول لي بس، فوالدتي دايما معايا. يعني كان أنا عندي كل يوم كده قبل الفجر بقعد جنب والدتي بس. طيب، خطيئة الحسد، حسدت مين قبل كده؟ لا عمري ما حسدت بصراحة حد، والله عمري ما حسدت حد خالص. خالص والله، حتى لو بدون قصد. انا اي حد بشوف عليه حاجه حلوه بقول رب ما شاء الله ربنا يكرمه. ما حسدتش إمام عاشور قبل كده انا لما راح لا الأهلي وخد خالص، نجومية كبيرة؟ ده ما يمكن حسدتوش؟ ده انا اسعد واحد في حياتي ان امام او اي لعيب في الفرقه يكون رقم واحد واشهر مني واجمل مني. بالنسبه لي ده انا احس بسعاده ان انا شايفه في الحته دي وانا اكون مساعده في حاجه زي كده. طب مين لعيب في نادي الزمالك نفسك تشوفه بيلعب في النادي الأهلي؟ لا فتوح، ما انا بقولها يمكن عشان فتوح قريب مني وشخصيه جميله، ومع اني عايز اقول لك حاجه، فتوح. هو بحب الزمالك جدا، بحب الزمالك جدا فصعب يعني. يمشي. زملكاوي جدا. مش زيزو؟ لا فتوح، فتوح مش عايز زيزو. طب حد حسدك قبل كده؟ اتحسدت؟ كتير. مين حسدك؟ لا ما اعرفش كتير والله. ايه اللي حصل لك عشان تقول انا اتحسدت؟ لا عادي بيحصل حاجات كتير قوي بس مش لازم نقولها يعني زي ايه مثلا؟ لا عادي، ممكن اكون نازل على السلم اقع عادي. لا بس حصل لك موقف، لا لا عادي موقف والله. ممكن تقول والدك قالت او والدتك قالت لك انت اتحسدت، انت محسود. لا لا عادي والله. والدتك بترقيك؟ بترقيك ازاي؟ كتير يعني بس كده. طب قولي بترقيك لا ازاي؟ والله على فكرة ما كلنا كده، بتقعد جنب والدتي دايما والله بتدعي لي و... تحط ايدك على راسك وترقيك وتقرا لك قرآن، بيجيب نتيجة؟ كل يوم. ده كل يوم، كل يوم بترقيك؟ ربنا يديها الصحة يا رب يا رب ويحفظها يا رب. يا رب. طب قول لوالدتك كلمة بقى من هنا، عشان انت النهاردة جبت سيرتها كتير. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك طول العمر، وتفضلي كده خليني اسعد واحد في الدنيا، ودايما ما يحرمنيش من مكالمتك ليا قبل كل ماتش وبعد كل ماتش كلمك قبل الماتش تقول لك ايه؟ على طول. ربنا ينصرك النهارده وينصر الفرقه كلها وترجعوا مجبورين الخاطر يا رب. يا رب.